فطر مخيف ينمو على شكل أصابع زومبي. تخيل أنك تقوم بجولة في الغابة لتتفاجأ بأصابع أقدام أو أيادي تبدو تابعة لجثة مختبئة وراء إحدى الأشجار. ليس عليك بالخوف حينها، فهذا مجرد نوع غريب من الفطر، فطر أصابع الرجل الميت، وتسمى أيضاً الخشبية متعددة الأشكال. هو فطر ينمو على قواعد جذوع نبات الزان على مدار العام، وأحياناً على الأخشاب القاسية المدفونة الأخرى، وهو فطر شائع في بريطانيا وإيرلندا، ووجد أيضاً في عدة مناطق من أمريكا الشمالية. تظهر الكثير من العجائب على الأرض من نباتات أو حيوانات، ولعل من أغربها صور الفطر الذي ينمو على هيئة أصابع زومبي، والتي يستمتع محبو الفطر بمشاركتها على صفحاتهم الشخصية عبر الإنترنت. يعرف هذا النوع من الفطر باسم أصابع الرجل الميت، وذلك لظهورها لوجه الشبه الكبير بينها وبين أصابع جثة أو كائن زومبي، بحسب ما نشره موقع RTL الألماني. ينمو هذا النوع من الفطر بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتقل فرصة رؤيته في البلاد الأوروبية. هذا الفطر ينمو على مدار العام، ويتميز بنموه في مجموعات من 3 إلى 6 أصابع، ويمكن العثور على الفطر الغريب غالباً على الأشجار المتعفنة أو المتداعية. لا يجرؤ أحد على تناول هذا الفطر، أما أصحاب القلوب القوية المستعدون لتذوق هذا الفطر فسوف يصابون بخيبة أمل عند معرفتهم أن مذاقه ليس جيداً ولا ينصح بأكله. إذا وجدت هذا الفطر ينمو على جذور أو جذع الشجرة فلا يوجد علاج لها، ويجب التخلص من الشجرة قبل أن تمثل خطراً للأشجار الأخرى. تبدأ الأشجار المصابة بالفطر بالتعفن، ويتسبب ضعفها ووقوعها فيما بعد دون تحذير، وهو ما قد يؤذي الأشخاص أو الأشياء في محيطها.